ini semua adalah cobaan dari Allah. Karena Allah sayang sama kita, makanya Allah uji kita. Supaya Allah tahu mana di antara hamba-hambanya yang betul-betul sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa'an." Yang artinya, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawarnya. Iya, Kak. Pati, belum bisa tolong Neng Ida. Mudah-mudahan dengan izin Allah, matanya bisa sembuh. Iya, Kong. Fatih akan coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم ربنا أذهب البأس اسفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا علما اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.